رسم ستارة وتحريكها بطريقة ديناميكية مع إمكانية فتحها وإغلاقها بطرق مختلفة وتعديل لونها وشكلها. نرسم شبكة 7×1 ونزود عدد النقاط البينية الرأسية ونزيل النقاط الأفقية الغير ضرورية. نحدد لون الحدود ونخفيه ونحدد تعبئة الشبكة ونضبط لونها ونضيف لها ظل داخلي في الاتجاه الأفقي. نغير طريقة عرض مساحة العمل لرؤية النقاط ونحدد كل النقاط ونجعل انحنائها مرن ونضبط التقوسات أسفل الستارة. ننشئ طبقة عظام ونسحب داخلها طبقة الستارة ونرسم سلسلة عظام مع الضغط على مفتاح شيفت لتظهر في خط مستقيم ونضبط قوة تأثيرها وننسخ السلسلة في كل خط عمودي. نحدد كل العظام ونقيد تدويرها بمقدار 5 درجات في كل اتجاه ونفعل الحركة الديناميكية بقيمة 2/10 للدفع والارتداد وبقيمة 2 للإيقاف. ننشئ 4 عظام ذكية لتحريك الستارة وتعديلها وتلوينها. العظمة الأولى لفتح وإغلاق الستارة. نحرك كل العظام العلوية ناحية اليمين. وعند تسجيل مفاتيح على خط الزمن تظهر الحركة الديناميكية. العظمة الثانية لتغيير ألوان الستارة. نحدد تعبئة الستارة ونحرك عجلة الألوان لتمر على عدة ألوان. العظمة الثالثة لعمل إطالة وتقصير للستارة. والعظمة الرابعة لعمل تعريج لنقاط الستارة. الآن يمكن تسجيل مفاتيح للحركة على خط الزمن وعمل فتح وإغلاق للستارة وإضافة تعريج لها وعمل إطارة وتقصير وتغيير اللون. كما يمكن عمل نسخة مرجعية من هذه الطبقة وعكس النسخة لعمل ستارة مسرح وإضافة الدعامات اللازمة.